فقدت أما، فقدت أبا، فقدت زوجة، فقدت زوجا، فقدت أحد أولادك، فقدت أموالك كلها، فقدت صحتك. إحنا هذا الكلام نظري، لكن الوقت لما يكون شيء عملي من منا يصبر؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تخيل جسمك سليم، عندك خطط في الحياة، عندك أحلام وآمال، سفر، دراسة، زواج، بيت، أشياء، أحلام، عيالك صغار تتمنى تكبر وتزوجهم وتسكنهم وتعيشهم أحلى حياة، أحلام جميلة. فجأة أصبت بوعكة، صداع، ألم في البطن، أي شيء. تخيل ذهبت إلى الطبيب، الطبيب تغير وجهه، قال لك راح نعمل تحاليل أخرى. تسأله ليش يا دكتور؟ أنا ما فيني شيء، صداع عادي، ألم عادي، يعني مسكن وأمشي. ما علي أصبر شوي ويانا. الطبيب جاء قال لازم ندخلك عندنا فحوصات أخرى. ليش؟ قل لي يا طبيب. الطبيب مراضي يرد. في الأخير بدأت الصدمة، قال التحاليل كلها تثبت أن هذا المرض قد انتشر في جسمك وأنه لا علاج أبدا. تخيل الدنيا تظلم أمامك فجأة، تتذكر ماذا؟ ضحكة البنت، صح؟ تتذكر شنو؟ ولدك اللي توه بدأ يمشي، صح؟ تتذكر من؟ زوجتك التي يمكن جاءت معك للطبيب، صح؟ تتذكر من؟ أمك العجوز التي لن تتحمل الخبر، صح؟ أول ما تسمع الكلمة قل مباشرة إنا لله. أنا لله، ليش زعلان؟ صحتك لله مو لك أنت، فلوسك مو لك، أولادك ليسوا لك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الدنيا ما تنتهي، الحياة فيها خلاص، لا، في حياة ثانية، الحياة الحقيقية ليست في هذه الدنيا، وإنا إليه راجعون. ثم قل اللهم أجرني في مصيبتي، لأن في أجر عظيم في المصيبة، واخلف لي خيرا منها. يوم القيامة تحثى عليهم الحسنات حثوا، يعني ما في عد، كل عمل لا قدر من الحسنات إلا الصبر، الصبر ليس له حد في الحسنات، تحثى لهم الحسنات حثوا، يأخذ ما يشاء من الحسنات، لأن شنو؟ الصبر في هذه الدنيا.